أما النبذة التاريخية عن محافظة بيقار، كانت تسمى المحافظة في العهد العثماني بلواء المتفك، وفي العهد الجمهوري عام 1958 بلواء الناصرية. إذن هنا عدنا فراغ، أنه كانت تسمى محافظة الناصرية في العهد العثماني بفراغ اللي هو لواء المنتفك، أنه بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 بدل اسمها إلى محافظة ذيقار، ومن أهم مدنها التاريخية. إذن هنا عدنا أهم المدن التاريخية لمحافظة ذيقار اللي هي مدينة أور، وعدنا مدينة لارسا أو سنكرا. مدينة أور تعود أصل تسمية مدينة أور إلى العهد القديم باسم أوري، وهو مشابه للتسمية السومرية أوروكي أوروكي. إذن مدينة أور تعود أصل تسمية مدينة أور إلى العهد القديم باسم أوري، وهو مشابه للتسمية السومرية أوروكي. لقد احتلت مدينة أور مكانة بارزة بين المدن السومرية في العراق القديم، وتعد من أشهر المدن الأثرية في جنوب العراق، إذ كانت عاصمة لثلاث سلالات سومرية حكمت العراق، وكانت مركزا للسومريين منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وبلغت أوج عظمتها وازدهارها في عهد الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة. ويعد أورنمو مشرع أول قانون سومري، وقد عرف باسمه المدينة سور كبير يوجد في داخلها عدد من المعابد الكبيرة والصروح المدرجة اللي هي الزقورات. هنا إذا جاك تعريف مدينة أور، إنه هي تعد من أشهر المدن الأثرية في جنوب العراق في محافظة الناصرية، وهي كانت عاصمة لثلاث سلالات سومرية حكمت العراق، إنه هي كانت مركزا للسومريين منذ الألف الثالث قبل الميلاد، إنه بلغت أوج عظمتها وازدهارها عدنا في عهد السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة. إذن هنا عندك هنا مهم فراغ، إنه من هو مؤسس سلالة أور الثالثة؟ أورنمو. زين، إنه بلغت أوج عظمتها، بلغت محافظة الناصرية أوج عظمتها وازدهارها في عهد الملك السومري فراغ أورنمو. وإلى الشرق من منطقة المعابد نشاهد مقبرة ضخمة تعود لعصر فجر السلالات الثالث قبل 4500 سنة، اغتنتنا مواردها النادرة والثمينة، وهي تغطي قاعدات عدد من المتاحف داخل البلد وخارجه. ومنها عندنا شنو أهم الآثار اللي بيها؟ القيثارة الذهبية والحلة الذهبية والفضية والحجر النفيس. ومن مدينة ذيقار ظهر نبي الله إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام لينشر عقيدة التوحيد الذي خرجت به الديانات الثلاث. إذن هي مولد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. ومن أهم المدن الرئيسة فيها شنو أهم المدن الموجودة؟ اللي هي سوق الشيوخ، وقد أسمها السومريون باسم سوق مارو أي سوق الحكيم. هذه هنا خلوا عليها داخل مستطيل. إذن أهم المدن الرئيسة بمحافظة الناصرية سوق الشيوخ، اللي من سماها السومريون باسم فراغ أي فراغ، سوق مارو أي سوق الحكيم. عندنا المدينة الثانية اللي هي مدينة لارسا، أسسها الملك الآموري نبلانوم نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، وظلت مدينة لارسا عاصمة لمملكة الآموريين، تحكي قصة حضارة عراقية قديمة، وقد وصل حكمهم في بلاد سومر وعيلام وأكد وحتى الخليج العربي. لهنا أنا حبايب انتهى عندنا الدرس، إن شاء الله وسطتها عليكم، وألتقيكم بدرس جديد، وإلى اللقاء.